اليوم جبت لكم قصة من مدينة العجلات الطويلة. الطويلة شوفوا منطقة الطويلة طبعا جي بعد العجلات يعني غرب العجلات، ونعرفها ان هي طويلة تتبع مني صبراتة، صبراتة قبل العجلات، لكن شنو السبب يلي خلى الطويلة وصبراتة يكونوا تبع بعضهم وبينما ان العجلات بيناتهم؟ شنو السبب؟ القصة نعرفوا ان احنا مسلمين عاداتنا وتقاليدنا مهر المرأة لازم منا. عميد البلدية في 1870 1780 حاجة زي كي في التاريخ هوا، عميد البلدية أحمد شليق، أحمد شليق الممشي بيخطب من مدينة صبراتة، واخطب من مدينة صبراتة، البنت هي اسمها الطويلة يقولوا اسم البنت الطويلة، اخطب من مدينة صبراتة وبيعطي مهر المرأة، شنو هو المهر اللي بيعطيه؟ شنو هو الشيء اللي يشرف؟ شنو هي الحاجة الباهية؟ حاجة المزبعرة من خوتنا العجلات، يا يعطوا حاجة باهية يا ما يعطوش بكل. المهم قال مهر المرأة ندخل الفرس في الطويلة هذه المنطقة نفسها، ندخل الفرس في المنطقة هذه، إن المنطقة كانت مهبولة ما يدورش فيها حد. ندخل فيها الفرس، وين ما توقف الفرس هذا كله مهرها هي. والفرس زمان شكلها كانت تجري هلبة. المهم شدت هذاك الملهاد وقعدت تجري الفرس، تجري. خذت مسافة لا بأس بها. ولت مهر المرأة اللي هي من مدينة صبراتة. مهر الطويلة. قعدت منطقة معروفة بالطويلة، يقول منطقة الطويلة، منطقة الطويلة، هذه هي منطقة المرأة الطويلة اللي خذت مهر من عمكم أحمد شليق. مدينة العجلات يعني هي في الأصل ترجع لعجلات المنطقة، لكن أعطوا لهم مهر. هذه هي قصة بالكامل. يومكم مبارك بالعجلات.